On est de retour à l'Ashra, بالضبط على نجمة FM. شكرا لاختياركم زوم 73 88 45 9 88 9, sinon à www.نجمة FM.com. 14 février 2020, موعدكم مع بلدية مساكن شوية آخر على نجمة FM في زوم على البلدية اللي باش يكون حاضر بحضنا هنا رئيس بلدية مساكن سي محمد علي. ما قبل هذايا أكيد توت سويت تجينا ريم بالإيديتو كيما العادة ولا افتتاحية. إيديتو زوم 73. اليوم الافتتاحية خاصة شوية. نهار 20 نوفمبر فريق برنامج زوم 73 كان ضيفه مواطن اسمه يوسف بن سالم. عفوا. المواطن هذا فجر كمية من المعلومات الاخترة اللي وقتها هزت الرأي العام في تونس باتهامه لعدة شخصيات نافذة بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي في البلاد. وتفتحت التحقيقات اللي بدأت غريبة من الأول. قضية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. التحقيق مع شوشو كشاهد وعدم استدعاء لباقي الأطراف. ومن بعد تسكرت القضية في القطب القضائي وتحولت لمحاكم المنستير. وغادي دا تم إعادة الاستماع لشوشو أطراف أخرى لكن دون إيقافات تذكر. بعد تقريبا شهرين من فتح التحقيقات يتم استدعاء فريق البرنامج باستدعاءات رسمية من المحكمة الابتدائية بالمنستير للمثول أمام حاكم التحقيق. وهني فتكم بالحديث كرونيكور الحصة وقتها يتم استدعاءه قبل شهر والاستماع ليه بشكل ودي. المهم البارح تنقلنا في الوقت المحدد للاستماع لنا في قضية الوردانيين كشاهدات، ولكن نتفاجئوا بأنه مش باش يتم الاستماع. والسبب الملف تار. كيفاه تار؟ عمل جوانح وتار. هكا كانت الإجابة. الملف تحول لمحكمة أخرى وتو نشوفوا ملف بالحجم هذا مسار التحقيق فيه متعثر من الأول وغير واضح، ويوفى بأنه يعمل جوانح ويتير والفاهم يفهم. هذه دونك الملف طار. هذا اللي صار البارح في المحكمة بعد ما تم استدعائنا كشهيدات في قضية يوسف بن سالم أو في قضية الوردانيين. الحقيقة الإجابة اللي تلقيناها البارح كانت غريبة. احنا التوا منش معناها قاعدين نحلوا فيها الإجابة من البارح إلى حد اليوم، مازلنا ما لقيناش تفسير للملف اللي عمل جوانح وطار تحول من بلاصة لبلاصة. احنا نقلنا الكلام اللي تقالنا بكل موضوع، واكيد العبيد من بعديك باش يسمعونا في اطار حق الرد يحبوا ياخذوا حق الرد. دونك راهو هذا الكلام يعرفوا اللي هو هذا الكلام اللي تقال الملف طار لأسباب أو لآخر. وجود أطراف ربما في المحكمة غاديكا عندها بعض الشبهات، وإلا طار لأسباب أخرى، ولا تسكر هذية ما نعرفوه. شحنا نقلنا شنو اللي صار. أما في وسط هذا الكل بربي يلدز أن اليوم نحب نقدم تحية للناس اللي ضمنت معنا والناس اللي ساندتنا والناس اللي البارح الحقيقة تليفوناتنا زوز ما وقفوش. العبيد الكل تبعث لنا في رسائل دعم ومساندة. ميرسي العبيد الكل، مانيش باش نسمي، ولكن كل الناس اللي ضمنت معنا سواء من فريق نجمة FM وإلا من صحفيين أخرين متابعين البرا، ناشطين في المجتمع المدني، ناس حتى كانوا ضيوف معنا هنا في زوم 73، عباد من عائلتنا والناس اللي نعرفوهم الكل. دونك ميرسي بوكو العباد اللي ضمنت معنا. احنا راهو البارح تم استدعائنا كما قلت كشاهدات في القضية هذية. ما تمش الاستماع لنا مالوغوزمون، رغم اللي احنا حابين انه نعطيهم المعطيات اللي عنا، ولكن ان شاء الله في استدعاء آخر كان جينا من كان محكمة جي. أخرى سينا. إذا كان احنا ديما نقعد على ذمة القضاء وديما صدرنا رحب لاستدعاءات أخرى إذا كان باش تجي، ولكن ميرسي بكل العباد اللي ضمنت معنا الكل. بتنفس حرية مع جوليا بوتروس. هذه الموسيقى اللي باش نسمعها توت سويت على نجمة في مقعدوا معنا، ما تبعدوش.